هناك من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من غير العشرة، فهل نقدمهم على أهل بيعة الرضوان وأهل بدر؟ من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة كما يأتي. وقفنا على هذا في الرسالة، سنشرحه إن شاء الله، لكن لا يقال إنه من العشرة المبشرين، ما يدخل في العشرة، إنما يكون له بشارة بالجنة ونعتقد هذا، مثل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، الرسول بشره بالجنة، ومثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وبشر ناس في الجنة. نعم، لكن هذا العشرة لهم فضيلة خاصة بهم. نعم.